محال ننساك انا يا محال، خليتي انت عمري وحياتي في هواك، وفي كل مره فيها كانت تناديني كان انسانا كل شي وكتلقاني معاك، تبقى في بالي طول ليلي ونهاري انا يا عمري نبغي غير تكوني ليا، ولا الغير اشعلت فيا ناري بكلمة منك يا عمري تطفيها ليا، والليلي 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 يلا عمري ليك وسنيني تبغيني تبغيني ما تنساني غير، والليلي 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 يلا عمري ليك وسنيني تبغيني تبغيني ما تنساني غير، والليلي انا اللي بقيت اجير تكون ليلي يا ليل ونعيش العمر كله ليك وليا. انا مطرب مصري، بدات الاغاني بتاعتي باللغه المصريه. انا درست اعلام، معايا بكالوريوس اعلام انجليش، واشتغلت اسيستنت دايركتور مساعد مخرج في قناه كبيره في مصر لمده 9 سنين وسبتها يعني في الاخر. كنت بحب مجال الاعلام، لكن كان هدفي من مجال الاعلام ان اقدر اعمل علاقات في مصر توصلني ان انا اشتغل برضو في اللي انا بحبه اللي هو الميوزك. يعني دراستي الاعلام وبحب اقرا كتب والكلام ده، لكن هدفي في الاخر ان اكون مطرب. الحاجات بقى الجانبيه اللي هو انك يكون عندك، لازم تكون مثقف، لازم تكون عندك درايه باللي بيحصل حواليك، بس ده وانت محقق هدفك اللي هو انك تكون مطرب، لان ده هدفي. فاشتغلت في الاعلام 9 سنين، ودلوقتي انا يعتبر بعيد شويه يعني، بس ربنا يسهل وارجع تاني باذن الله. انا عملت حوالي 12 اغنيه مصريه كلهم الحاني وكلمات بتتنوع بقى، في معتز عيسوي، كلهم تيم ورك بتاعي، معتز عيسوي، جمال السبكي، وسفيان مرزوقي. وبعد ما عملت الاغاني المصري عملت 5 اغاني اسباني ومغربي واتنين تركي، وعملت واحده اللي هي المغربي لوحدها بقى ما فيهاش ولا كوبليه اسباني، اللي هي اخر حاجه كان اسمها محال ننساك. عملت حوالي 4 فيديو كليب بروفيشنال. فقررت اغني اسباني وتركي في البدايه، ما كانش لسه ان الجمهور عجبه الفن بتاعك، فبتبتدي تشتغل على نفسك اكتر وتكمل في طريقه. فالغنى بالمغربي بالنسبه لي كان فكره، لما عملت الفكره نجحت وجابت لي رد فعل كويس من الناس، فخلاص انت بتكمل فكرتك بقى لحد ما توصل اللي انت عايزه. وانا هدفي ان انا اكون يعني اسيب اسم كويس مع بالذات مع جمهور المغرب، لان هم بيحبوا غيرهم جدا. انا جيت عشان في حفله دعيت ليها في قصر الانوار في طنجة، هي للجمعيه المغربيه لمحاربه مرض السيدا، وانا طبعا ليا الشرف ان انا اشارك في حاجه يعني قيمه زي دي وهادفه، ومع مطربين كبار جدا في المغرب يعني اسمائهم كلهم نجوم زي حاتم عمور وفاطمه العروسي، مش كده؟ وفي مين تاني، في مطرب، في كمان فنان كوميدي انا مش متذكر الاسم قوي، بس هو اسمه ايكو تقريبا او حاجه كده. كويس ان انا قلت الاسم صح الحمد لله. ويعني فنانين كتير قوي كويسين، وانا ليا الشرف ان انا اكون موجود معاهم. طبعا اتبسطت جدا ان انا شفت في تفاعل من الناس معايا، واحساسي ان انا من بلد تانية واقف قدام الجمهور وهم حابين يسمعوا. انا عملت اغنيه مصري واغنيه مغربي في الحفله، هم حبوا الاثنين وتقبلوا جدا ان انا بغني بلهجتي وبلهجتهم في اغنيه تانية. يعني حسيت ان في وشوش بتضحك تحت، فانا حسيت بسعاده في الموضوع ده يعني، وتشرفت جدا ان انا واقف على مسرح في المغرب، احساس تاني خالص انك واقف قدام ناس مش من بلدك. فكنت يعني كنت مبسوط جدا ان انا ضيف عليهم وهم تقبلوني بالشكل المحترم ده، وطبعا في وسط النجوم الكبار دول. الليله 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 نشوف حبيبي، الليله 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 هو فرحي ونصيبي، الليله 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 نشوف حبيبي، الليله 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 هو فرحي ونصيبي، يا جيالي الخلاص سربي يا شمس وغيبي، يا جيالي الخلاص سربي يا شمس وغيبي، الليله الفرحه تعود والبسمه تزول شفافي، نغني طول الليل
شباب الليلة 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 الليلة. الأغنية دي عملناها في 2015 وصورنا فيديو كليب بتاعها في تركيا، ما كنتش لسه جيت المغرب. ولحن اللحن بتاعها كان لحن محمد فضلاوي وكلمات روشان، هو شاعر مغربي. دي أول مرة ما كنتش أتعامل مع سفيان، والحمد لله يعني ظهر بشكل كويس للناس. وحطينا فيها كوبليه أسباني كان كتبه بقى سفيان، يعني سفيان كتب الجملتين الأسباني. فالحمد لله يعني عجبني الميكس اللي احنا عملناه والتيم ورك اللي عملناه، ان اول مره انا ما كنتش بلحن لنفسي، وكان اول مره اتعامل مع شاعر مغربي تاني غير سفيان، وسفيان برضو كان في الاغنيه، فحسينا ان احنا مع بعض عملنا تيم ورك كويس. يعني انا بغني اسباني وتركي ومصري ومغربي بس، وممكن اغني اي لهجه يعني، ساعات بغني هندي ممكن، يعني اي لهجه بتعلم نطقها صح اقدر اغنيها عادي. خلي بالك في ممكن تلاقي يعني انا البوينت النقطه بالنسبه لي ايه، ان في مغني ممكن تلاقيه في مصر بيغني بيعرف يغني اسباني، هو ممكن يعرف يغني اسباني يتعلم ويغني اسباني لغه ويتعلم ويغني مغربي، بس انا اصدرت اغاني خاصه بيا اسباني، فدي هي دي النقطه. لان في مصريين بييجوا يقولوا لي، او في ناس عموما بيقولوا لي، في ناس كتير ممكن تغني بلغه تانية، او في ناس بتغني بلغه تانية ماشي، بس انا ما بغنيش بس للمطربين اللي بيغنوا اسباني، انا عندي اغاني بتاعتي أصدرتها مغربي وأسباني وتركي بتوعي أنا اللي لحنتهم واشتغلت عليهم، فهي دي تعتبر أنا أول مصري يغني تركي، وأول مصري يغني أسباني، وأول مصري يغني مغربي أغنية كاملة، فده شرف ليا طبعا. الشعب المغربي أولا أهم حاجة ما تحبها في شعب أنت بتكون ضيف عليه إنك تلاقيه مبتسم وبشوش وبيتعامل معاك بحب. أنا الحقيقة حتى ما يعرفونيش اتعاملوا معايا كويس جدا، رحت كذا مكان لقيت الناس بتتقبلني كويس جدا. واحنا كمان عندنا في مصر من اقرب الشعوب لينا في المغرب العربي هو المغرب، في دول المغرب العربي او دول شمال افريقيا يعني، يعني تونس والجزائر والمغرب وكل ده، احنا اقرب ناس لينا المغاربه، احنا بنحبهم. تعلمت كلمه دابا اللي هي دلوقتي، وبغيتي اللي هي انت عايز مثلا، او انا عايز، وايه في كلمه استنى اقولها لك كده، وخا يعني اوكي صح، ومزيان يعني، في كذا كلمه كده ابتديت، وبزاف يعني، واحده واحده ابتديت اتعلم. الاكلات كلت الكسكس، واول مره كلت ولما كلته استغربت ان في حاجات كتير جدا في الاكل، يعني في زبيب وبصل ولحمه وحاجه زي ده، عند اسمه الكسكسي في مصر، بس احنا بنحطه عليه سكر بس، لقيت فكلته عليه قرع وبطاطا وخضار كتير كده وحمص، بس عجبني يعني، اول معلقه استغربت، بعد كده بدات اكل عجبني يعني، فدي اكله حلوه. البصاره هي زي اللي عندنا في مصر بتتعمل من الفول، ففي اصحابي قالوا لي البصاره اكله حلوه، انا عارف اسمها فقلت يمكن هي ما تكونش نفس الطعم، بس كلتها لقيتها هي نفس الطعم، اكله عجبتني جدا بحبها برضو في مصر. وايه تاني لسه بقى، في حاجات تانية ما اكلتهاش، بس هو دول الاكلتين اللي انا اكلتهم. وشربت مشروب كده لبن وباللوز، او في الشارع لقيت حد بيبيع حليب باللوز، فده عجبني برضو يعني. والشاي المغربي برضو شربته حبيته، يعني انا بقى يعني الشاي المصري عندي حاجة مقدسة، بس الشاي المغربي شربته وحبيته جدا يعني، لونه اخضر شوية كده طعمه عجبني بس، وان شاء الله اجرب حاجات تانية باذن الله. المفروض بعمل اغنيه جديده مغربي برضو مع سفيان، بنجهزها لسه، ما اتاكدناش من الموزع الموسيقي اللي هيشتغل فيها، لكن هي انا بجهز حاجه، عايز اعمل حاجه بقى مغربي تكون اقوى من اللي فات، لان دايما انت بتبحث ان انت ازاي تبقى متطور عن الحاجه اللي قبلها، ففي دماغي كده ان انا اعمل فكره جديده كمزيكا مغربي، وكلمات احط شويه بقى كلمات مغربي قوي يعني. انا في اللي فات قلت محال ننساك، انا يعني حسيت الكلام شويه ممكن المصريين فاهمينه يعني، تحسوا برضو ايه مغربي بس فيه مصري شويه في الكلام، لكن المره دي انا عايز اعمل حاجه مغربي على قد ما اقدر تكون مغربي بقى في قلب المغرب، عشان ابقى دخلت جوه اكتر واكتر ان شاء الله. فانا بشكرك جدا، وبشكرك جدا على استضافتي، وبشكر شوف تي في، انا متابعها في مصر، وفي ناس كتير في مصر على فكره متابعينها، وهي نشيطه جدا وبتعمل لقاءات حلوه جدا، وان شاء الله يكون لكم فرع عندنا برضو في مصر، دي هتكون خطوه مهمه جدا بالنسبه لنا احنا عشان نقدر نتابعكم اكتر من جوه مصر.
وليا شرف ان انت استضفتني وتعبتك معايا، وليا شرف ان ظهرت على باللوجو الجميل ده.